سيادنا السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في قناة مشاريع المغرب. أواكب معكم جميع أوراش والمشاريع التي انطلقت والتي تجري أمام أعينكم، مشاريع رياضية واستشفائية وطرقية وترفيهية وتجارية. جلت معكم في مجموعة ديال المشاريع، ولازلت آخر مشروع شفناه هو الملعب البلدي من مدينة القنيطرة. اليوم غادي نشوفوا ملعب جديد، أشغال جديدة. هو في الحقيقة ماشي ملعب جديد، وإنما إعادة تأهيل ديالو مرة أخرى، ملعب اتحاد فريق الفتح الرياضي الرباطي في الساعة. واحد السيد في التعليقات ربقى له يخرج لي من التليفون، قال لي سي محمد واش انت عندك شي عقدة مع الفتح؟ واش عندك شي عقدة مع الفتح؟ مالك ما بغيتيش تمشي لنا التيران ديال الفتح؟ الله يا ودي، واش أنا عندي شي عقدة؟ أرى عندي عقاد مع الملاعب اللي ما كتتبنى وما كتكملش. الملعب جميل وانيق، وهذه الصور ديالو، هذه هي العقدة اللي عندي انايا صراحة، وعشتها منذ الجيل اللي بدات فيه انطلاق الملاعب المغربية، الجيل ديال الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات. ولكن الحمد لله فعهد الملك محمد السادس الله ينصره الله يحفظه، الحمد لله الامور تغيرت، الحمد لله بدات عندنا واحد النظره منفتحه على الملاعب الانيقه اللي كتعطيك واحد الشكل، واحد النظره اللي كتعبر على التطور والتقدم، ولله الحمد.
هذا هو اللي كاين اخويا، راه ما عندنا حتى شي عقده مع شي فرقه، بالعكس مشينا للدربيضة، مشينا لاكادير، مشينا لمراكش، الله يا ودي الفتح، والله يا ودي شكون اللي نسى خالد الابيض، وشكون اللي نسى تمود، وشكون اللي نسى المدني، عادي راه كنضلوا نلعبوا معاهم في سلا، الله يهديك راه باقي اللي حي فيهم، الله يطول ليه في العمر، مازال كندردكم معاهم في سلا، الحمد لله مازال كنلعبوا في ملاعب ديال القرب ما شاء الله. اذا المشاهدين الكرام، الاشغال راها خدامه لداخل هذا الملعب ديال الفتح، باش تفهموا حاليا الفتح كيستقبل في ملعب مولاي الحسن، مولاي الحسن حتى هو راه غادي يشد حوايجو وغيطرق حوايجو وغيسد البيبان ديالو باش غتبدا الاشغال فيه. وكذلك عندنا ملعب ديال البريد حتى هو راه حتى هو خرجوا لي زابيل ديالو والمسائل ديالو، الحمد لله الاشغال غادي تنوض فيه الحراقيه. وكاين ملعب اخر حتى هو اللي حدا السوق ديال الخضره ديال الكرو ديال يعقوب منصور كنظن، حتى هما راه ممكن تاهلوا طلعوا للدوزيام سيري كنظن اظن. المهم اجيو نشوفوا هذا الملعب ان شاء الله اللي غادي يكون هو شكله انيق، ونشوفوا من بعد الملاحظات. اذا بالنسبه للملعب، الواجهه الرئيسيه هي هذه اللي غادي تكون هنا، كاين واحد الموقف ديال السيارات، والباب الرئيسي راه هو الموقف الرئيسي، الباب الرئيسي راه هو هذاك. نجيو نكملوا هنا، غادي عمليه التشجير غتكون قدام الترامواي، هو هذا هو امامكم، هو الترام راه داز دابا من حدايا. بالنسبه للملعب يا الروح العبيه، البارح دوشت دوش بالماء بارد، قلت زعما غندوش شويه بالماء بارد، ولكن ما درتش احتياطات، ما لبستش مزيان، لعبنا واحد الماتش ديال الكره ودوشت بالماء بارد، راه الروح هالكني. الملعب غادي يكون على شكل مستطيل، هانتوما لاحظوا معايا شكل مربع تقريبا، شفتوا غيكون على شكل مربع. بالنسبه للتغطيه مشاهدينا الكرام، على حسب اللي في الصوره، انا حسب ما سولت وداك الشيء قال لك هادشي اللي في الصوره راه هو اللي غادي يكون. التغطية راه غتكون غير هنا، ما تقلقوش ما تقلقوش، غتقولوا علاش ما مغطاش بالكامل، ما تقلقوش ما تقلقوش، وحيدة وحيدة هنا. شناهو السونتر ديبيرجمون بلفيدير، هذا كاين واحد السونتر هنا، واحد المركز هنا، موقف للسيارات. إذا نزيدوا لقدام ونشوفوا شنو كاين. هذه البوابة الرئيسية، بوابة واعرة زوينة زجاجية، وفيها حتى الفوق هنايا كاين هنايا عدة طوابق. غادي يكون واش واش إدارة ولا مطاعم، لاحظوا معايا هنا بحال شكل مطاعم ولا دي ريستورون، ها هما هنا، هنا غادي يكونوا هنا إن شاء الله. هادي راه معلومة أخرى، هاي دابا عاد اكتشفتها، غادي يكون داكشي ديال الرياضة، داكشي ديال الايروبيك الكارديو، كانت لحظة داكشي ديال الكارديو، داكشي ديال السبور، هانت الناس هنا راه ديال السبور، هانت بحال لا مارشي، هنا راه بحال اللي كيديرو لا مارشي هانت. إذا ما فهمت، هاد السونتر هو هذا، هذا اللي قرينا هنا سونتر بلفيدير، ياك ما هو هذا، هو هادشي اللي شفنا هنا. هادي صورة للكي قاعة الاستقبال، لاحظوا معايا هنا سونتر سبورتيف، ها هو هنا شتيه، معدات ماتيريال ديال الجرى. هنا صورة غتعطينا نظرة أوفى، المقدمة أولا أنها بعدا المنظر إيكولوجي باش كيعجبني هنايا، هاد الشجار وهاد المناظر مزيان. بالنسبة للملعب لاحظوا معايا، غنخليوكم تعطيونا التعليقات ديالكم، راه غادي تهضروا نتوما، أنا عارفكم غادي تهضروا غير على المدرجات والتغطية، يكون واش مغطى ولا غير مغطى، أنا عارفكم علاش كتقلبوا. مثلا
علاش مثلا هنا ما يزيدوش يطلعوا؟ غتقولوا لي علاش ما يزيدوش يطلعوا هنا؟ بحال دابا هانت 1 2 3 4 5 6 7 دابا النهار اللي غتكون لعبه الفتح حنايا مع الوداد والرجاء ولي فار ومكناس المدرسات راه ما غيكفيوش. مثلا انا هادشي اللي تنقول والله اعلم واش متفقين معايا ولا لا، الا اذا كان هذا الملعب غيكون رسمي الاستقبال ديال فريق الفتح، راه ما كنظنش هاد المدرجات هادو راه ما غيكفيوكش. شتي هادشي مازال خصو يزيد يطلع، يزيدو الطابق الاول الطابق الثاني، واخا ما يتغطاش ماشي مشكل، والله اعلم. هادي نظرة ايضا اخرى كي قاعة الاستقبال. اذا المشاهدين الكرام، المنصة الشرفية ها هي كتبنا هنا قدامكم، والمدرجات ديالها ايضا. للتذكير فالملعب او لا هذا الملعب نيت ملعب نادي الفتح، الفتح راه فريق الامراء، اي الملعب ديال فريق الامراء، راه كانوا الامراء تبارك الله عليهم، لانه جا محادي. لا شنو كاين هنايا من مورا؟ كاين هنا لافاك ديال محمد الخامس، وكاين البالي رويال ديال توارقه هنا، هنا راه كاين توارقه، وكاين المقر العام القياده العامه ديال الحرس الملكي، وكاين البالي رويال القصر الملكي، والمدرسه المولويه، وكانوا تبارك الله الشرفاء الامراء منهم الولي الامير مولاي رشيد الله يطول لنا في عمره، والله يخلي ليه الابن ديالو الامير مولاي احمد تبارك الله ما شاء الله، الله يخلي ليه وليداته ويطول ليهم في العمر ديالهم والابناء ديالو. كان مولاي رشيد تبارك الله كانت عزيزه عليه، كان كيجي يتفرج في فريق الفتح هنايا، الناس اللي كانوا عاشوا يعطيونا هاد الذكريات، اللي حضروا هنايا يعطيونا هاد الذكريات، تحضروا معنا هاد الذكريات ديال الامراء اللي كانوا كيجيو يتفرجوا هنا. فريق الفتح تبارك الله تاريخ وامجاد حتى هو، ويستحق ملعب انيق وجميل. اذا كيف ما كنقولوا بالدارجه المغربيه حج وحاجه، هنا غادي يكون الاصلاحات الكبرى، وهنا بحول الله غتكون الاداره لتحت، وهنا الاستقبال غادي يكون لتحت، وغادي يكونوا مراكز ديال الرياضه ايضا، ومن الجهه المقابله غادي يكونوا المدرجات، وغادي تكون واحد الشابو من الفوق تيكون مغطى من الامام فقط الجهه المنصه الشرفيه. اذا المركب الرياضي قاعة بوعنان فتح الرياضي الرباطي، وهنا كاين المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، المكتبة مشاهدينا الكرام، مكتبة ضخمة ارشيف لكل اديب وكاتب وراوي. اذا هذه هي المكتبة الوطنية مشاهدينا الكرام بمدينة الرباط، ارشيف ضخم وكبير. اذا مشاهدينا الكرام، الاشغال لا زالت مستمرة على قدم وساق، الناس راه مازال خدامين، الافتتاح مازال، كاين هنا حتى الباسكيت، راه كاين هنا الباسكيت، كاين مجموعه ديال الرياضات كاينه هنايا، المركب الرياضي قاعه بوعنان. اذا من ما كنشوفوا كلمه مركب، اذا كاينه مجموعه ديال الرياضات، كلشي في اطار التحديث والتطوير كيف ما كتشاهدوا معايا مشاهدينا الكرام. المغرب دخل بواحد المرحله جديده في عهد جلاله الملك محمد السادس الله ينصره الله يحفظه الله يطول لنا في عمره. صراحه راه عاد بدينا، عاد قلنا بسم الله، راه فكنا ناعسين باش نقولوا هادي، راه كنا ما كناش في مجال ديال البنيه التحتيه فيما يخص كره القدم، خصوصا نهضروا دابا على كره القدم ولا الرياضه بصفه عامه، كنا كانش واحد الاهتمام كبير، ولكن الحمد لله تعطات اشارات قويه الحراقيه دابا من هنا لقدام ان شاء الله. فوبيا ديال الملاعب ناقصه ما غتبقاش للتبنات، او لا تحط شي مشروع يا اما يكمل يا اما ما يتحطش، يا اما ما دارش له غلاف، يا اما ما يتحطش كاع في ارض الواقع. الى الامام، وهذا الشيء اللي بغينا ان شاء الله. الناس ديال الشرق انا معكم بحول الله، الناس ديال فاس حنا معكم، راه مشينا عندكم وغادي نرجعوا لكم. الناس ديال الشرق وجده ان شاء الله، المنطقه الشرقيه الشماليه ان شاء الله، الحسيمه الناظور حنا معكم بحول الله. حنا كنتواجدوا في الجهه الشماليه الملعب ليه،
وهنا كاين ملعب استاد المغربي الممارس في القسم الوطني الثاني، حتى هو من قدماء الأندية المغربية اللي لعب معاهم العام اللي فات اللاعب المخضرم عصام الراقي لاعب فريق الجيش الملكي، فنان تبارك الله ما شاء الله عليه. هذا الفريق معروف باسم الملعب المغربي استاد ماروكان. هذا البوابات ديالو هما هادو مشاهدينا الكرام، المدخل الرئيسي هو هذا. ملعب جد عادي، كنتمنى حتى هو يداروا له مدرجات والكرادان ديالو المسائل ديالو، ويكون مغطى ولو من بعض جوج ديال الجوانب، لان في ايام الصيف وايام الامطار كتكون شويه قضيه صعيبه. المنطقه صراحه منطقه ايكولوجيه انيقه، الله يسخر اللهم بارك. هذا اخوكم سي محمد من قناه مشاريع المغرب، يحييكم الى اللقاء يا اصدقائي.